أخيرا اللي قلتها بس لأنه موضوعنا التالي وخبير التسويق الرياضي الدكتور مقبل الجديع تحدث بالتفصيل عن أبعاد صفقة كريستيانو رونالدو بالأرقام ودوره على الشركات الراعية ومدى تأثيره على نادي النصر والكرة السعودية. أحمد الجدي من الرياض. بحكم أنك خبير تسويقي رياضي تحديدا، وش ممكن تزيد العوائد المالية العوائد السوقية للنصر وأيضا لدوري السعودي؟ شوف في مؤشرات، لما يجيني الانستغرام النصر كان 800,000 وفي أقل من 24 ساعة يوصل 4 مليون، يعني هذا مؤشر راح ينعكس على أن النصر بكرة يكون عنده قوة كبيرة في التفاوض مع الشركات الراعية، الشركات المعلنة، الشركات اللي موجودة معاها الآن تبي تجدد بكرة، بيكون في مضاعف الأرقام. تتكلم عن النجم وجوده في نادي النصر يدعم الملف النصراوي التفاوضي في أي تفاوض مع شركة معلنة، شركة راعية. أنا أتوقع حتى على صعيد الملابس الرياضية لا تستغرب أنه بكرة نايكي وأديداس يجون يفاوضون النصر أنه بنرعاك وندفع لك فلوس، وإحنا للأسف الشديد أنه هالكونسبت غائب عندنا. حتى على النقل، النقل التلفزيوني أتمنى أنه طبعا يواكب الصفقة لأنه ما زال هو الحلقة الأضعف شوي عندنا، فالناس بيشوفون الدوري السعودي. كيف يشوفون الدوري السعودي؟ هذه لازم أنه ندرسها زين. يعني إذا تكلمنا قبل عن أنه مداخيل تقريبا سنوية 90 مليون، كم ممكن النصر يحقق أيضا على مستوى الدوري روشن؟ شوف الرعايات حسب ما هو معلن في وزارة الرياضة يمكن أتوقع قبل عدة أشهر أتوقع 90 مليون زي ما قلت. أنا ما راح أستغرب أنه توصل 150 بالراحة للموسم الجديد كعائد من الرعايات والإعلانات، غير انه الجانب التجاري المتعلق ب خليني اقول لك الملابس وما الملابس والمنتجات التذاكر. انا اتوقع انه ما راح يكون في اي مباراه للنصر وفي تذاكر موجوده، كلها راح تنباع. الدوري السعودي انا متاكد انه بيكون في اضافه لا تقل عن 30 الى 40% بشكل عام من الشركات اللي بتعلن في الدوري وترعى الدوري.